ومنتابع صباح اليوم عبر الجديد. هلأ لكل يلي بالبيت وعبالكم تحركوا شوي في البيت مع كوتش مايا زيدان، بتعلمكم حركات ممكن تعملوها وين ما كنتوا بمكانكم. صباح الخير لكل المشاهدين اللي عم بيتابعونا. اليوم بفيت بيت رح نكون عم نشتغل توتال بودي ورك اوت، يعني رح نركز على كل عضلات الجسم، ابر لور بودي. اكيد هيدي الطريقه من التمرين كثير مفيده. رح نكون عم بشتغل اول اكسرسايز اللي هو سكوات. رح بلش سكوات، رح شغل ايدي بنفس الوقت، عم حمي قبل ما احمل ويت بنفس الاكسرسايز. كمان مرة، آخر مرة، تريح. جهزت حالي للتمرين، رح كون عم بحمل ويت. أكيد أنتو فيكن تحملوا الويت اللي بنسبكن، فيكن تعلوا الأوزان طبعاً إذا كنتوا صاركن وقت عم تتمرنوا. رح أنزل كمان سكوات، عم بفتح. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اكسرسايز بشغل الكتاف، بشغل الاجرين نفس الوقت. جمعنا اذا بدكم تمرينين مع بعض، اكيد هالطريقه كثير مفيده وبتساعدنا انه نختصر الوقت ونستفيد اكثر. رح انتقل انا وياكم هالاكسرسايز لورا. رح كون عم اشتغل لانجز. رح بلش فرونت لانج بنفس الاجر، رح ارجع رح اشتغل جمب لانج كمان بنفس الاجر، لقدام لورا جمب. 3 جمب، 4 لقدام لورا كمان. ستة، هشتغل 8 مرات من نفس التمرين على كل جهة لورا جمب. وآخر مرة دايما خلو ظهر ثابت جمب. بنريح، اكيد رح نغير الاجر. فرونت باك جمب، ثاني مره لقدام بطلع طلوع لورا بطلع جمب. 3 جو باك جمب كمان. 4 جمب. 5 جمب. 6 عم نخلص. 7 لورا جمب. 8 آخر مرة، 8 and jump. shake the legs. رح ننزل هلأ على المات، رح نكون عم نشتغل آخر combination سوا كمان. رح نكون عم بطلع plank position، دايما إيدي تحت كتافي، البريشر دايما على كل الايد، البريشر بوينتس بدي استعملهم. جل سكواع قد ما فيي، بفتح الصدر، اجري على مستوى ايدي. انكو 1 2 انكو باك. 3 كيك اند باك.
كيك كمان. ستة باك آخر مرة أب أب and go back. ريح خد نفس كمان مرة and exhale out. هيك كون خلصت هالثلاثة combinations، شغلت كل عضلات جسمي. طبعا لاستفيد اكثر بدي اكون عم عيد على الاقل جوله ثانيه من هذه التمارين. مثل العاده بدي اتمنى لكم نهار كله نشاط، نهار حلو، وبشوفكم بتمارين جديده بكره.